بلاد عالي غاطش، ومن هذا باب الكرامات يا أستاذ، باب الكرامات لأولياء الله. قال لي في اسمه كرامات؟ في اسمه كرامات؟ قال له نعم كرامات. قال قول الولي فلان. قال له نعم. قال له الصحابة هم رؤوس الأولياء الله بعضهم. قال ما في حال الصحابة ظهر الولاء؟ قال له بيقول لك ظهر ما الولاء ما له كرامة؟ ما انت اذا كان ما تفهم وما عندك علم لا تنكر صحابه كراماته لا تعد. فمن جمله ذلك ما بدنا نستفصل الموضوع، هذا باب طويل، لكن اذكر لك بعض المسائل. قال ابو هريره رضي الله عنه وانس ايضا كما ورد، والحديث رواه الطبراني وابو نعيم والاسناد حسن وغيرهم، ارسل امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر على ابي الحضر وولاه على السريه ايش حتى يلحقوا الروم، وقد تجهز لهم عند خليفه على الخليفه بصره وهكذا. فارسله وارسل معه جيش فيهم ابو هريره وانس بن مالك الله يرضى عن صحابي. قال ابو هريره لقد رايت من العلاء بن الحضرمي امورا ثلاثه ما ادري اي ما ادري التي هي اعجب انا هي اعجب الثانيه ما تعرف. مشينا في الطريق والجيش فاقتحمنا الصحراء فنفد الماء عطشنا، قلنا يا علاء لقد عودك الله الاجابه، هل انت مجابه دعاء؟ قال الله لا لا انما مطر يعني. قال فما هو الا ان دعا الله، فانتشر الصحابه حتى امتدت فوق الجيش وصبت في الوادي، صبت في الوادي الى جانب تلا الوادي بالماء. قال فشربنا وشربينا الخيل والابل وملأنا الاوعيه تماما، ولم ينزل قطره في جيش العدو ولا قطره ماء، العدو امامهم هم عم يفارقوا من الروح. حتى وصلنا الى خليفة فالعدو متهيئ سفن، اي حارس سفن نزلكم السفن راح دخلوا في خليفة وقطعوا. اجى العلاء بن الحضرمي والجيش المسلمين ما عندهم سفن، ما في سفن، ليش حول العدو؟ طيب ما في سفن. قالوا العلاء ما عودك الله الا الاجابه وقف. لا الله لا وتوجه الى الله يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم، وقال للجيش معه امشوا بسم الله. فمشوا على الخليج البصره ماء الخليج حتى قطعوا الى الجهه الثانيه ولم تبتل حفاف ابلهم، واذا سقط سيف احدهم اخذه كما ياخذ الانسان من التراب. هذا وحي البحر، هذا كرامه يا انسان، ما شك كرامه في العالم. هزمنا العدو ورجعنا وقفلنا. فلما رجعوا قمنا الى المدينه في الطريق واذا به مرض فتوفي، قال فدفناه، وقيل لنا ان الارض هذه فيها وحوش سباع فغمرناه. فغمروا وحدوه كذا، بعد ذلك ذهبوا. ايش قال بعض بعض؟ لعل هذا ما اخفينا به اي يعني في العمق، ارجعوا حتى نغمر اكثر او نحمل الارض ثانيه خوفا ما السباع تهتوش يعني. قال فرجعنا فحفرنا القبر وصلنا الى اللحد، واذا اللحد واسع يتلالا نورا، واسع يتلالا نورا. اين جثته؟ ما راينا جثته، ما راينا جثته. قلنا لقد رفعته الملائكه، اي شهدته الملائكه لمحل ثاني.